سيرفع المصحف من بين أيدينا. سيأتي وقت ويأتي زمان على هذا الأمر. الحمد لله إخواني، يعني لا زال كلام الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، ونستطيع أن ننظر ونتعبد في تفقهه وتدبره وقراءته وتلاوته والاستشفاء فيه والطمأنينة إليه والركون. يعني أنت تستشعر وأنت تقرأ هذا القرآن أنك في عالم يحكم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنس مهما فعلت، ووصفه سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، مهما فعل هذا الإنسان فلن يتعدى فعله أن يرسم قضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى كأنه من الابتداء يطلب منا أن نكون مطمئنين، أن لا نخاف ولا نجزع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ القرآن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. الله سبحانه وتعالى عندما يحفظنا بحفظه، فمن يعني لنا أفضل من الله سبحانه وتعالى كي يحفظ. فهي إخواني يعني إشارة مقصدها الطمأنينة، أن نطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن الكريم، نطمئن إنه هذا الكلام ما تغير ولا تبدل ولا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ولا يمكن ولا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يأتي عالم من العلماء وش بقول لك أنا وجدت لك خطأ في هذا القرآن الكريم. على العكس إخواني، يعني ما شهدناه في سنين عمرنا من قصص وأحداث، إنه كل ما كان يخرج علينا عالم من علماء الغرب المشركين وهو مبسوط وشو بقول، ها أنا وجدت خطأ، وجدت إيش؟ خطأ في القرآن الكريم. بعدين عندما تتجلى له الأمور شو نجد؟ نجد أنه دخل واعتلق الإسلام وأصبح ممن أحسن إسلامه. ليش؟ لأنه لم يجد أفضل من الكلام اللي موجود. يعني أتذكر إخواني حادثة ونحن في الجامعة، يعني أحد العلماء علماء الغرب دخل الإسلام في آية، في آية، هذه الآية تقول وقضينا في كل سماء أمرها. كان موجود في مجتمع أو خلينا نقول في ندوة علمية تتكلم عن إعجاز القرآن، فأحد العلماء اللي موجودين المسلمين تكلم في هذه الآية وقضينا في كل سماء أمرها. فلما هذا العالم سمع هذه الآية خرج على المنصة وأعلن إسلامه مباشرة. شو كان السبب؟ كان السبب أنه عالم فلك يبحث في الكون، يبحث في الكون، فكانت أدواته يعني تصيب وتصدق إلى مستوى معين في الفضاء، في الكون، في اليونيفيرس، وبعد ذلك تتحطم كل القواعد، ما في أي قاعدة تصدق معه، ما بيعرف إيش ليش. فلما سمع هذه الآية وقضينا في كل سماء أمرها شو عرف؟ عرف إنه القوانين التي تحكم السماء الدنيا غير القوانين التي تحكم السماء الأولى، غير القوانين التي تحكم السماء الثانية والثالثة وهكذا. ففهم فين الخلل اللي كان موجود. فكثير من العلماء إخواني أعلنوا إسلامهم في محاولة، يعني هم يعني المدخل تبعهم كانوا حتى يحاربوا القرآن الكريم، إلا إنه شو كانت تنعكس عليهم الأمور إنهم يعلنوا إسلامهم. وشفنا إخواني إحنا يعني والحمد لله دين الإسلام هو دين الفطرة. شفتوا قبل كم من يوم كيف إنه يعني فرنسا حاولت تحرر امرأة رهينة، آخر الرهائن بسموها إيش؟ آخر الرهائن خارج فرنسا، حدود فرنسا، ولما قاموا بدفع ملايين الدولارات حتى قوموا بتحرير هذه الامرأة، فإذا هي تنزل عن سلم الطائرة وهي محجبة وتقول أنا مسلمة، أعلنت إسلامها. حتى إنه ماكرون أو الماكل أنا بسميه كان في عنده ورقة أراد أن يتكلم فيها في هذه المناسبة العظيمة، طوى هذه الورقة
ووضعها في جيبه، لأنه اللي حصل معه كان بمثابة صفعة وهو يحاول أن يحارب الإسلام. لاحظوا إخواني، بعديها بأكم من يوم صارت الحادثة تبعت قتل هذا المدرس الذي قام برسم صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكما شهدنا أنه اللي قتله يعني قتل ما اعتقل ولكن قتل، وكأن هناك يعني نشتم في الهواء أمر دبر بإيش؟ بليل، حتى يتم استثارة المشاعر على مين؟ على المسلمين. وكل يوم نشهد لهذا الماكر تصريح معادي للإسلام والمسلمين. وبالمناسبة إخواني، يعني بعض الإخوان، طالما إحنا نتكلم في هذا الحال، بعض الإخوان يسألوني عن حالهم في بلاد الغربة، وإحنا بنعرف إنه في الآونة الأخيرة وبالأخص إخواني من سنة 2010 2011 بدأت الهجرة عظيمة للمسلمين من ديار الإسلام لفين؟ إلى الخارج، خاصة من سوريا والعراق واليمن والدول المستضعفة، أهلها وناسها بهاجروا إلى الخارج. كثيرا تأتيني إخواني أسئلة في حال هؤلاء، يعني بيسألني أنا يا شيخ موجود في بلاد الغربة، هل أقوم بالرجوع إلى بلدي؟ دائما إخواني هو شو بلاقي؟ يعني بيكون في عنده سبب، يعني هاي في وباء كورونا حل في الدنيا، هل هذه مناسبة جيدة إني أنا أرجع لبلادي نتيجة هذا الوباء؟ أو إنه على سبيل المثال يحدث شيء أمر في الدنيا ويعطي إشارة أننا في آخر الزمان، فيرسل لي هذه الإشارة وشو بقول لي؟ يعني إحنا شفنا هذه الإشارة، هل هذه الإشارة مناسبة حتى إن أنا أرجع لبلادي؟ إخواني نقول أولاً إنه علم الغيب هو علم لله عز وجل، لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. علم الغيب في يد الله سبحانه وتعالى، نحن لنا الواقع ولنا ما حدثنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة، وجميع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تكلمت في أمور آخر الزمان إنما جاءت بإشارات دلالات أمارات، ولم تتكلم بأرقام وسنين، ولم تحدد مقادير معينة وأزمنة معينة، إنما هي إشارات. الإخواني نقول أول شيء يعني من الإشارات التي أشار إليها الأحاديث في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني أهل الغرب سينقلبوا بالقتل والتذبيح والتنكير على مين؟ على المسلمين المتواجدين في بلاد الغربة. هذه إخواني نضعها أول شيء يعني في الأفق، نضعها أمام أعيننا إنه هذا سيكون الحال في آخر الزمان. ماذا يتبقى؟ يتبقى هل نحن فعلا في آخر الزمان أم أن لسه هناك وقت لآخر الزمان؟ نحن لا ندري على الحقيقة، أحيانا تأتي رؤى وفيها الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدثنا بإشارات، ولكن إحنا لاستعجالنا نحسب إنه الإشارات على الأبواب، إنما في التأويل الصحيح الإشارات شو بتكون؟ لسه في لها وقت، لربما مجموعة سنين أو أكثر. لذلك نقول لا نعلم تماما، ولا يمكن أن نقول أننا بحق على عتبة أحداث آخر الزمان. قلنا إخوان قلنا أننا من المؤكد أننا في فترة آخر الزمان. ليش؟ لأنه بحسب النص القرآني أنه آخر الزمان مرتبط بدخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في علوها الثاني. وقلنا يعني ودرسنا هذا الأمر وتدرسناه كفاية، وقلنا أنه هذه البداية متى كانت؟ عام 48. فمن 48 نحن دخلنا في حقبة آخر الزمان. ولكن متى تستحق الأحداث داخل هذه الحقبة؟ متى يكون المهدي؟ متى يحدث الطارق؟ متى يأتي الأعور الدجال؟
متى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، متى تحدث الملحمة الكبرى، متى تهدم الكعبة، متى يأتي ذو السويقتين، متى تخرج الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. هذه كلها شمالها إشارات لسه لا نعلمها، إنما إنه إحنا إيش على الطريق، على الطريق في طريق هذه الإشارات. لذلك يا إخواني نقول إنه إن أنت أردت أن تعتمد على أحداث أو على مواعيد أو مواقيت زمنية، فنقول ليس بيدنا ميقات زمان ندلك عليه حتى تعود إلى بلادك. إنما النصيحة، النصيحة يعني لما ننصح في الله عز وجل، ما هي النصيحة؟ النصيحة أنك أنت مسلم. شو أنت؟ أنت مسلم. وما طبيعة حياتك يا مسلم؟ طبيعة حياتك يا مسلم أنها هم وغم وكرب وشدة وابتلاء ومصيبة، هذه طبيعة حياتك. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إن كانت الدنيا جنة الكافر وأنت مسلم وطبيعة حياتك أنها إيش؟ سجن، فهل تنتقي إنك أنت تروح تتقرب من هذا الكافر حتى تدخل جنته؟ هل هذا هدفك يا مسلم، أن تجاور الكافر حتى تتحصل على النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها للدنيا ومنعها عنه في الآخرة؟ وكأنك بهذا ماذا تفعل؟ كأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجمعك في زمرته ويقربك من حياته وأن يحرمك من النعم التي يريد سبحانه وتعالى أن يدخر لك إياها في الآخرة. عشان هيك إخوان نقول إحنا طبيعة حياتنا غير طبيعة حياة الكفار. الله سبحانه وتعالى الكافر عندما يقوم بعمل حسن يجزي ويطعمه بهذا العمل الحسن في الدنيا، إحنا لا، إحنا الله سبحانه وتعالى يدخر لنا بدل هذا العمل الصالح ما هو أفضل بكثير 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 في الجنة. فنيك إخواني أولا يجب أن ننظر إلى طبيعة حياتنا بمعزل عن طبيعة حياة الكافر، ولا أنظر بحب لطبيعة حياة الكافر مهما كان فيها رقة ومهما كان فيها دعاء وسعة ومال وجمال وسيارات وعمارات ونساء ونعم. هذه كل إخوان الشيء لا يخصني، لا يعنيني، ليس لي أنا، إلي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، حبي لله، حبي للجنة، حبي للرسول عليه الصلاة والسلام، وأرضى في هذا كل ما ألقاه من الله سبحانه وتعالى من مصائب وابتلاءات. فهناك إخواني يعني النصيحة أولا أنك أنت تحدد مقامك، أين مقامك في هذه الدنيا وماذا تريد؟ هل أنت في مقام تسعى فيه للآخرة جوار الله سبحانه وتعالى وجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنت في الدنيا تسعى لمجاورة الكافر؟ هذه أول نقطة. فهناك إخواني أنا أنصح بمعزل عن كل الأمور الأخرى، وأين الخير وأين الشر وأين التعب وأين الرخاء. أنصح إنك كإنسان مسلم تكون في ديار الإسلام والمسلمين بين أهلك وناسك وإخوتك وأحبتك، بين عند أمك وعند أبوك وعند أخوك وعند أختك وعند جارك، لقمة طعام إخواني، لقمة يعني رغيف خبز أو أقل، كسرة خبز يعني تغمسها بالماء والزيتون والزعتر أفضل من كل نعم الدنيا، طالما إنك أنت مطمئن لله سبحانه وتعالى، لا تخشى على نفسك ولا تخشى على حالك من هذه الحياة الغريبة المملوءة بالمخدرات والزنا والربا والمعاملات البنكية وكل ما هو حرام، انغمسوا بالحرام. إذا تصور إخواني كيف سيكون حالك وأنت تمشي بطرقات بلاد الغربة، يعني الزانون يزنون في الطرقات، والسارقون والقتلة والغشاشين ومتعاطي المخدرات كله أمام عينيك، فكيف ستحيا أنت وكيف ستحيا وأبنائك معك في هذه الديار؟ كيف ستأمن على ابنك وبنتك أنهم يخرجوا في الشوارع في مثل هذا الحال؟ ألا تخشى عليهم؟ بديش أقول لك أنه واحد كافر يقوم ب
بملاحقة ابنتك وضربها في الشارع لأنها ترتدي الحجاب، بديش أقول لك، ولكن سأقول لك كيف سترتضي على ابنك أو ابنتك إنهم يمشوا في الطرقات وينظروا إلى المحرمات. عشان هيك إخواني النصيحة بمعزل عن كل الأمور الأخرى، إنك أنت تترك ببلاد الغربة، وإنك أنت ترجع لبلادك ديارك الإسلامية اللي كانت موجودة ولا زالت وتنتظرك. وإخواني يعني النصيحة مش تقول لي والله يا شيخ أنت خليتني أترك شغلي وعملي وبيتي وسيارتي ورجعت لبلادي للفقر والتعب والشقى. يقول لك إخواني هذه طبيعة حياة المسلم، هذه النصيحة اللي أنا بنصح فيها، والأمر في النهاية شو ماله إلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعطوني هذا الكرسي المكسور، خذوا هذا اللي صحيح. الله يجزيك خير.
صلي